يا جماعة بيسمعنا شيء من سورة يوسف، يقول يعني تنسى المفيس. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شاء الله ما شاء الله الشيخ، ربي يفتح لك. أحسنت.